بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم.